يعد الزعتر من أبرز الأعشاب الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وله العديد من الاستخدامات، فيمكن تناوله كنوع من أنواع المشروبات أو وضعه على بعض الأطعمة التي تعطيه مذاقا جيدا. وفيما يلي سنتعرف على أهم فوائد الزعتر. يستخدم الزعتر في صناعة العديد من الأدوية، وهذا يجعل تناوله مفيد للجسم ويحميه من الأمراض. يعد من المشروبات الجيدة لأصحاب الضغط المرتفع، فتناوله يساهم في الحد من الارتفاع بشكل كبير، ويحمي من الإصابة والتعرض للعديد من المشاكل الخاصة بارتفاع نسبته. يعد من المشروبات الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من ظهور التجاعيد بالبشرة. يعمل على تنظيم نسبة الكوليسترول ويحد من التعرض لارتفاع نسبته، ولذا إذا كنت من مرضى الكوليسترول المرتفع فعليك تناول كوب من مشروب الزعتر. يعد من المشروبات والأعشاب الهامة لصحة جسمك، والتي تحد من التعرض للإصابة بنزلات البرد والسعال والتهابات الحلق. من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بالجسم والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض المناعة الذاتية، وذلك يرجع إلى ما يحتويه من عناصر غذائية هامة مثل الحديد وفيتامين سي.